هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في كمان النهاردة شبورة صباحية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص لأمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء، بتمتد لمناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن وإحنا بنكلم حضرتك دلوقتي في شبورة مائية صباحية كثيفة على بعض المناطق، قوللنا فين المناطق اللي فيها الشبورة وهتبدأ تختفي إمتى، وكمان إذا كان في فرص لسقوط أمطار النهاردة؟ بالفعل طبعا طبقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، نوهنا عن الشبوره المائيه اللي هتوصل لحد الضباب. يمكن اليوم الشبوره المائيه مغطيه معظم الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه، ايضا محافظات شمال الصعيد، مدن القناه وسط سيناء. الطرق المؤديه للمناطق دي كلها مغطيه بشكل كبير بالشبوره المائيه اللي مؤديه لانخفاض رؤيه افقيه بيوصل لاقل من 1000 متر. يعني في بعض المناطق الرؤيه الافقيه انخفضت فيها ل 200 متر و 300 متر، يمكن انعدمت الرؤيه الافقيه في بعض الاماكن. الشبوره المائيه الكثيفه بيبقى بعد تكوينها بيكون في ساعات الليل المتاخر اللي هي الساعه تقريبا الساعه 2 3 الفجر، وبتستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس. يمكن دي بتكمل معانا كمان للساعه 9 10 صباحا على ما اشعه الشمس بتبدا تطلع، تبدا الشبوره المائيه تدريجي في التلاشي. فلازم كل قائد مركبات مسافرين على الطرق دلوقتي لازم تكون القياده بهدوء تام، تبع كافه المرور، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، رؤيه منعدمه تماما على الطريق، يبقى نركب جانب الطريق حتى تحسن الرؤيه الافقيه، لان الشبوره المائيه او الضباب من اخطر الظواهر الجويه اللي ممكن تاثر علينا دايما في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه. احنا بالفعل اليوم بنتاثر باستقرار في الاحوال الجويه، درجات حراره يمكن هتنخفض وتكون حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهره الكبرى هتكون 24 درجه مئويه، ده طبعا بانخفاض درجتين عن امس، فبالتالي هنحس بالاجواء الخريفيه اللطيفه تماما فترة النهار في المناطق الشمالية، معتدلة إلى حارة في المناطق الجنوبية اللي هي طبعا جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار. فترات الليل فور غياب أشعة الشمس هيكون طبعا كمان في انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده هيكون ملحوظ أكثر ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، متوقع مزيد من الإحساس من بالبرودة فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر في معظم محافظات الجمهورية، لأن الصغرى فترة الليل هتنخفض وتكون 15 إلى 14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد بتنخفض لأقل من 10 درجات، وكمان متوقع خلال الأيام المقبلة يكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة فترات النهار وفترات الليل. يعني احنا مع نهاية الأسبوع ده هيكون الكبرى 21 درجة مئوية في فترة النهار، 13 درجة مئوية خلال فترات الليل، لازم ناخد بالنا كمان من انخفاض قيم درجات الحرارة. كمان اليوم هيكون في فرص لسقوط الامطار، وفي بعض المحافظات هيكون عليها تاثير امطار بشكل كبير، لان متوقع اليوم امطار متوسطه على المناطق الموجوده في جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الاحمر، بعض المناطق كمان من خليج العقبه. الطبيعه الجغرافيه في المناطق دي ممكن تؤدي لتشكل السيول نتيجه سقوط الامطار المتوسطه، طبعا امطار متوسطه ورعديه، تمتد الامطار كمان خفيفه المتوسطه لشمال وسط سيناء وبعض الاماكن من جنوب الصعيد، وامطار خفيفه على بعض الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، لكن الامطار في المناطق الساحليه او في المناطق اللي موجوده في جنوب الصعيد مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه. المهم جدا هي الموجوده في سلاسل جبال البحر الاحمر ومحافظات جنوب سيناء والمناطق الموجوده في شرم الشيخ، دهب، طابه، سانت كاترين، المناطق دي كلها الطرق المؤديه من والى المناطق دي لازم ناخد بالنا بشكل كبير بسبب تكون السيول. طبعا احنا الامطار دي فرصتها هتقل بكره ان شاء الله، فتبدا تاني الاحوال ان شاء الله.
ان شاء وهيكون الله في مزيد من التحسن في الاحوال الجويه خلال الايام المقبله باذن الله. ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. طبعا بنتمنى السلامه لكل السائقين. نخلي بالنا في حاليا شبوره كثيفه على معظم الطرق. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهره درجه الحراره العظمى 23 والصغرى 15، وفي العاصمه الاداريه 23 14، الاسكندريه 23 14 ايضا، والعلمين الجديده ايضا 23 14، مطروح 21 11، ودمياط 22 15، بورسعيد 23 17، والاسماعيليه 25 17. اما في السويس العظمى هتكون 24 والصغرى 15، والعريش 24 13، كاترين 22 5، وطوبه 26 15، حلايب 26 22، شلاتين 27 23، شرم الشيخ 27 19، والغردقه 27 18، في الفيوم 24 13، وبني سويف 24 12. اما في الوادي الجديد فدرجه الحراره العظمى 29 والصغرى 10، اسيوط 24 11، سوهاج 25 14، وقنا 26 15، الاقصر 28 14، واسوان 30 15. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية لجمانة ومصطفى ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا هلا. شكرا.